هيك لكان بسيطة بسيطة يا ريت، أنا بفرجيها. لك ابني الله يرضى عليك، لا تطوش طول بالك، يعني هي حرة من حقها تعمل بنصيبها اللي بدها اياه. لك بتضل هي اختك وما بتعرف شو بيصير معها، يعني لازم يكون معها قرشين لك ابني. لك لسه بتقلي اختها؟ لك هي مو اختي وهذا مو حقها، ان شاء الله بينكسر حقها ومستحقها. هذا ملك بيت الشاهين وهي ما عدت وحدة منا. انا بعرف مين عم يلعب براس هالواطي، انا بعرف والله، واسم الصليب لامسح الارض فيها وفيه. ليك بنتي الله يرضى عليك، احكي مع اختك وفهميها، يعني بركي بتغير رايها. ما شايفه اخوك كيف ضايش، والله خايفه يعمل لنا شيء قصه. ماما انت شو اللي عم بتقولي؟ هاد حق ريتا وما بيصير تفرط فيه ابدا. ولا انتوا اذا مقاطعينها بتقدروا تاخذوا حقها وهي ساكته؟ بعدين كثير ملاقيتي لي اياها حلوه انه انا اكليلي بعد يومين وعم تفتحوا لي هي القصص؟ ولا انتوا هيك كل شيء بتسيروا لي اياه لمصلحتكم ومزاجكم؟ الله يسلمك، وهي أحلى فنجان قهوة لأحلى آنسة سارة بالمجلي. لك آخ آخ يا عم أبو أسعد. لك سلامتك من الآه، إن شاء الله الآه للي بيكرهوكي. اللهم آمين. لك آمين ألف آمين، وللي بيسرقوا الكمبيوترات وبورطوا العالم بمشاكل إلى أول ما لآخر. بعين الله يا بنتي، بعين الله يا ربي.